4 حركات مرة الاسم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مديرنا الفاضل، معلمينا المحترمون، زملاؤنا الطلاب. نحن طلاب الصف الرابع الأساسي جيم، نطل عليكم مرة أخرى ونواصل رحلتنا حيث الكلمات الشيقة والمعلومات الممتعة التي نتمنى أن تنال رضا الله ورضاكم. ويسعدنا أن نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2013. وخير ما نبدأ به إذاعتنا القرآن الكريم والطالب عمر شلبي، فليتفضل مشكورا. ما انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت،
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومع الحديث الشريف والطالب عمرو دياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. صدق رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين، والمقصود بالكلام هنا والقرآن الكريم. صدق رسول الله. وما حكمة اليوم والطالب محمد أسامة عناية؟ حكمة اليوم: الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر اشتدت الحاجة إليها. وما كلمة الصباح الطالب محمد باسل أبو بكر بعنوان: كيف نحافظ على أسناننا سليمة؟ كيف نحافظ على أسناننا سليمة؟ اسمعوا نصيحتي يا أصدقائي حتى لا يصيبكم ما أصاب أسناني. نظفوا أسنانكم قبل كل يوم، لأنه أثناء النوم يكون اللعاب نائما وكذلك اللسان، ونحن لا نتحدث ونحن نائمين مثل ما نتحدث ونحن مستيقظين. وإذا لم ننظف أسناننا قبل النوم فإن فمنا يكون مكانا تحب البكتيريا التي تأخذ غذاءها من بقايا الطعام التي بداخله مما يسبب التسوس الأسنان، وأمراض أخرى كثيرة مثل التهاب اللثة ورائحة كريهة للفم خاصة في الصباح. ثانيا: ننظف الأسنان واللثة واللسان جيدا بالفرشاة والمعجون مرتان يوميا صباحا وقبل النوم. ومع فكرة هل تعلم والطالب على أبو شنب فليتفادى المشكلة. هل تعلم أن من أقوى الحيوانات ذاكرة هو الجمال؟ هل تعلم أن النقود ليست مصنوعة من الورق وإنما من الخط؟ هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز؟ هل تعلم أن أول خليفة عبر بترجمة الكتب إلى اللغة العربية هو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور؟ هل تعلم أن أول من اكتشف تدخين بالسجائر الهنود الحمر؟ هل تعلم أن أول من استخدم الورقة هم الصينيون؟ هل تعلم أن القطعة لها 32 عطلة في كل أذن؟ وأخيرا مع الطالب محمد فراس عطير من الصف الأول: أنا القدس وعلى صدري بكت الشمس، قالت في مجد أسواري، شهدت ساحاتي وقبابي، بكت ساحاتي وأزهاري، إني لست كأي مدينة، عند الأسر تظل حزينة، إني بنت صلاح الدين، جدي عمر، أنا عذراء فلسطين، في قلبي نار تشتعل، اسم القدس عرب أولادي، يا شمس الله أكبر، في أيديهم صاح الحجر الله أكبر، فوق جبالي ثار الشجر، في ساحاتي رقص الخنجر، لا يرهب من هدم ولا الضرب، رغم النكبات ومأساتي، رغم الكفر أقيم صلاتي، اشهد يا تاريخ وسجل اسم القدس. كلمة الصحة والطالب محمد معتز منتصر أناني. الصحة والنظافة إخواني الطلبة. يقول الرسول عليه السلام أن الله طيب يحب الطيب، نظيفا يحب النظافة، والنظافة من الإيمان، فالنظافة إحدى أهم الأساس تعتبر للحفاظ على الصحة، لأن كثيرا من الأمراض تحدث بسبب إهمال النظافة سواء الشخصية أو البيئة المحيطة مثل المدرسة والبيت. لذا يتوجب على الطالب المميز النظيف: 1- أن لا يلقي أي مخلفات في فناء
ثانيها وشكرا. صباح الخير للجميع. اسمعوا حبيبي شو بدي احكي لكم، موضوع في غاية الأهمية. في آخر أو في الآونة الأخيرة شاهدنا مجموعة من الطلاب بيقوموا بشراء ما يسمى بمشروبات الطاقة. طبعاً مشروبات الطاقة بسببها الفصل الثاني العام اتوفى طالب من جنين، اتوفى طالب من مدرسة في جنين العام بسبب مشروبات الطاقة اللي طبعاً أمثال عليها زي إكس إل والريد بول والهايبي. والمشكلة إنه صرنا نشوف مجموعة من الطلاب ذهاباً وإياباً من وإلى المدرسة بيشتروها. طبعاً هذه إلها أضرار كبيرة جداً جداً، وهذه طبعاً من أضرارها إنها بتعمل ضمور في عضلة القلب. يعني إحنا صغار ندمع عضلة القلب تكبر وتقوى وتصير تأدي رسالتها اللي هي ضخ الدم لخلايا الجسم بشكل كبير، بصيبها ضعف وبتعمل مشاكل بالأسنان وبالعظام وبتعمل سمنة يعني نصاحة، وبتزيد نسبة السكر بالدم بتسبب سكري. فبالتالي أي طالب كان يشتري هذه المشروبات ممنوع نشتريها حبيبي، لأنه إلها ضرر كبير على صحتنا. أي طالب كان يشتري مشروبات طاقة يمنع منعا باتا إنه يشتري أي نوع من مشروبات الطاقة. أصلا شو مكتوب على بطاقة البيانات؟ لا تباع إلا للشخص اللي عمره فوق 12 سنة. دليل إنه هذا الولد اللي بعمركم لو شرب كل يوم علبة تيصير عمره 12 سنة بصير عنده فشل في عضلة القلب، بصير عنده مشاكل صحية. فبالتالي أي طالب كان يشربها ممنوع. ليش؟ خاصة بالرحلة المدرسية كان الطالب معظم المصروف اللي يجيبه للرحلة المدرسية كان كلياته يشرب في مشروبات طاقة. فلذلك احنا مدام حكينا عن النظافة وحكينا عن التغذية والصحة برضو منا نلتزم بهذا السلوك حتى يظل جسمي نموه صحي وسليم. طبعا بنتمنى لكم الصحة والعافية وشكرا.